القانونية قبلهم، وتم تعزيز أخر الخدمات الأمنية الموجودة في ميدان التحرير. طيب ده اللي تم في ميدان التحرير، ايه اللي حصل في ميدان روكسي والأنباء اللي اتكلمت عن إشعال النيران في كشك مرور هناك؟ حضرتك تعلم أن منطقة روكسي تضم عدد من المدارس وتضم عدد من المقرات الانتخابية، كان يتردد عليها جموع الناخبين لإدلاء بأصواتهم في محاولة خسيسة من عناصر الجماعة، قاموا بالتجمع في ميدان روكسي وإشعال بعض إطارات السيارات وإطلاق بعض الألعاب النارية والمولوتوف على أحداها، جت في أحد الأكشاك التابعة للمرور في المنطقة مما أدى إلى إضرام النار فيه. برضو القول الأمني الموجود في المنطقة قام بالتعامل معهم وملاحقاتهم وتفريقهم في الشوارع الجانبية، وتم ملاحقتهم وضبط عدد 35 منهم، وكان معهم كميات برضو من زجاجات المولوتوف، حيث تم ضبط عبوة كرتونة تحمل عدد من زجاجات المولوتوف وأخرى تحمل بعض الألعاب النارية والماسكات والأدوات التي يستخدمونها في أعمال الشغب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم وجاري أحالتهم للنيابات المختصة، وحالة الأمن أصبحت هادئة وتم فرض السيطرة الأمنية في حينه، واستكملت المقرات الانتخابية واللجان الانتخابية في تلك المنطقة أعمالها تحت إشراف القوات الأمنية التي تواجدت بكثافة في تلك المناطق.